راشد. السلام عليكم. عليكم السلام. مالك كده وشك عامل كده ليه؟ طبق بس طب. عملت ايه؟ القهوه. عملت ايه في ايه؟ يا ستي السودا عملت ايه؟ الموضوع سلية. رحت الفيلا قعدت نص ساعة ومشيت على طول. بقول لك ايه؟ خدي 500 جنيه واكل وشرب وقلة مرعى. بتجيبي القهوة دي؟ تسلم يا رب، ربنا يخليك. تسلم بالهنا والشفا. ألف هنا وشفا يا راشد. والله الواحد مش عارف يقول لك ايه والله يا جماعة. بص عليك هتقول ايه؟ ده انتوا قاعدين في بيتكم ومطرحكم وتنوروني يا رب ان شاء الله العمر كله. بقول لكم ايه؟ امسك كده انا هدخل اعمل لكم لقمه حلوه كده على مزاجي زمانكم ميتين من الجوع. يا واجباتك يا غنوه. فتون. ايوه. البت دي بتلون شويه تهبش فيا شويه تخش تعمل لنا اكل. ايه الحكايه؟ واحنا مالنا؟ هنبقى شحاتين وبنتأمر؟ انت شحاته انا قاعد بفلوسي. قول لي هنا كنت بايت فين امبارح وجاي متدهول على عينك؟ ما تكيش فيه. الله ريحه الاكل اللي ما اتعملش حلو قوي. اختي ايه الغلب ده؟ علي خير. أنس بيسلم عليك. أنس المر. أنس المر؟ ده اللي فكروا بيا ده. المر حبيبي ونص عليك وسايب لك يسلم عليك. قول. مراتك وابن عمك مش عارفين يقولوا لك، معاهم حكاية كده بيخلصوها. مش فاهم الكلام. أنا الكلام اللي عندي قلته. تشكر. العفو. السلام عليكم يا حاج. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا 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 لا، لا زعلان منكم والله. مصوعيني من غير أكل لحد دلوقتي؟ لا يا حاج اوعى تزعل، معلش حقك عليا، أنا بس كنت مع زينب بشتري لها شوية هدوم. أنا السبب يا حاج. أمال إيه اللي كنت بضحك معاكي بس. هاتي السندوتشات يا زينب وتعالي ناكل سوا أنا وأنتي والحاج. لا معلش اتعشى أنتوا. أنا لسه هصلي العشاء ومتوضية الحمد لله. أصلي فين يا حاج؟ قبل الله يا بنتي. بصي يا بنتي أنت ظهرك للشباك القبلة كده على طول. والسجادة عندك على إيد الكرسي. قبل الله بإذن الله. بإذنكم. اتفضل يا حبيبتي. تعالى اقعد انت بقى. ايوه عشان تصلي براحتك. ايوه ربنا يكرمك يا حاج. الله يخليكي. اديك بقى السندوتشات لحسن انت جعان. خد. انا عايز اطلب منك طلب يا حاج. امري. يعني انا بفكر كده يعني ان زينب تيجي تبات معانا هنا. اصل بصراحة يعني المكتب برد قوي وانا صعبانة عليا والبت باين عليها بنت ناس ما اتمرمطتش قبل كده. اللي تشوفيه حاجة تحت امرك. ربنا يخليك ويرضيك يا حاج. راشد. عايزة سجارة. عايزة سجارة. ايه ده؟ هو راشد لسه نايم يا فتون؟ ما تقوم بقى يا راشد، انت بقالك 3 ساعات على الحال ده. انا صاحي على فكرة. وانت يا اختي متشيكة كده ورايحة على فين؟ رايحة اسهر سهرة حلوة عند واحد صاحبي. محل النمائية فتون. يجنن وهيصة ومزيكا. قومي قومي البسي وتعالي معايا. وانت كمان يا راشد، اصحى يلا قوم البس يلا وتعالى معايا. والنبي يلا. لا هنروح ولا نيجي، روح انت يومك بيضحك. لا ما ينفعش السهرة الحلوة دي تفوتها، اوعى. مزاج حلو وسجارتين وكاسين ومزيكا. قوم بقى ما تبقاش بايخ، ما تقولي له يا فتون. ما يلا يا راشد بقى، انا القعده خلاص عفنتني، بقى لي 3 ايام قاعده. طيب اهو يا اختي. بقول لك ايه يا زينب يا بنتي،
يعني بسم الله ما شاء الله، أنا شايفك يعني حلوة وجميلة وزي القمر ومتدينة. أنت ما تخطبتيش قبل كده؟ هيحصل إمتى وفين يا حاج؟ إحنا ناس على قدنا، ولا لينا أصحاب ولا لينا قرايب، وبعدين في الأول وفي الآخر ده نصيب. عندك حق يا بنتي، عندك حق. يا راجل اللي أنت قلته له ده كسفت البيت. ولا كسفتها ولا حاجة، مفيش أي حاجة يعني، أنا بس كنت بسألها السؤال ده عشان ليا غرض منه. ماشي يا أبو غرض، ماشي. بس بقول لك على حاجة، أنا حبيتها قوي. وأنا كمان، علشان متدينة بتعرف ربنا حق معرفته. صح. ربنا يبارك فيها في أمثالها يا رب. وفينا يا رب كمان. إن شاء الله يا ست. والوحش؟ ده شارد في الغابة، المهم انت تعرف تصطاده؟ أحي ده أنا صنارة. طب يلا يا خش دخل يا ابني. جزاز استيراد هنا للبيت. حصل. صباح الفل يا بيه، أنا عايزك تظبط دماغك بدوري يا بيه. إيه ده؟ خد يا عم، ظبط أنت دماغك بديه. بنتي وحشة قوي كده ليه؟ عارفة يا فتون البت الرقاصة العجر دي؟ بتاخد 2000 جنيه في الليلة عند فاضل. بجد؟ اصل انت لو شفت فتون وهي بترقص تجنن، ولا اجدع رقاصه عندك. لو النبي، طب ما تيجي تشتغلي معايا. ده انا الرقاصه عندي ايه؟ ما بتكملش عندي سنه وبتخرج من الصاله على الشباك ايرادات نجوم سيما يا روح قلبي. ما هو كده يا فتون، بقى انت جره رجلي هنا عشان تشتغل رقاصه. والنعمه الشريفه ما سمعت عن الموضوع ده حاجه، ده انا اول مره اسمعه دلوقتي. طب يلا نمشي، حسابك ايه يا عسل؟ الحساب وصل يا جميل. حساب ايه بس؟ احنا بينا وبين بعض حساب. استنى افخم ازازه مستورده اهو، القعده هتحلو. اسمع الكلام واوزنه في دماغك واحده واحده. وده جنسه ايه ده؟ نبي يا اخويا بقى. يا ابني هات كوبايات الويسكي.